شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفل السوبر ساتردي لسباقات الخيل الذي أقيم عصر اليوم على مضمار ند الشبا لسباقات الخيل في دبي، والذي يعد تمهيدا ومحاكاة لبطولة كأس دبي العالمي للخيول الذي يستضيفه المضمار في 30 من مارس الجاري. وجه لليوم الكبير هنا الانطلاقة كما نشاهد انطلاقة رائعة جدا للمورا ديفاين ايميج وكذلك ايضا لذا سونج اوف جون. محاولة الوصول للمقدمة من جانب استهداف وبالتالي ايضا امام جريكو بقيادة فرانكي ديتوري وبجوار منقوزي باشراف علي راشد الرايحي. لدينا كذلك ايضا نقابة فينيكس للسيدات سوبريور. منقوزي ياتي من الخارج تحدي هنا بالفعل كبير جدا الشعار البرتغالي سوبريور سوبريور والخطورة، ولكن قادم الأميرة ديفاين إيميج. الأميرة ديفاين هي ديفاين، إنها الأميرة، إنها المثيرة، إنها صاحبة القدرات، صاحبة الإمكانيات. هكذا تمر، هكذا تعبر، كلهم من خلفها ينظرون. أي هيبة تحملين، أي دماء تحملين. أو بو 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 ديفاين إيميج بحضور فارس العرب. ألف مبروك لسيد صاحب السمو. وقد تابع سموه جانبا كبيرا من الأشواط السبعة التي شارك فيها اليوم خيرة الخيول الأصيلة من دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة والعالم، الذي رعته شركة طيران الإمارات بجوائز مالية قدرت بأكثر من 2.5 مليون دولار. سوبيريو ومانجوزي برضو إن شاء الله الاثنين يعتبرون خيل جيدة، الحياة والشامخة. شوف الإناث كلهم قدام اليوم فعلا. هذه المهرة، وهنا سيدي فارس العرب يتوجه لمنطقة تتويج المهرة البطلة في هذه اللحظات، وهنا صاحبة المركز أو صاحب المركز الأول هذه المهرة الرابعة بريدويل الفارس الذي يشرف على تدريبات هذه المهرة ومعاها في التدريبات الصباحية، وهو اللي شغلها شاركت في الأوكس، وهذا كان عامل أساسي في الانتصار الرائع الذي رأيناه في هذا المساء. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ضماري ميدان يبقى الآن بهذه الأرضية الأشبيهة التي بالفعل، والانطلاق أيها السيدات والسادة لبطولة ند الشبا تريف كما نشاهد الآن بهذه الصورة الكبيرة والرائعة. وبالتالي المقدمة تأتينا أيضا لمصلحة جيف ديد ماستر، ومن أيضا اختيار من جهة أخرى مع قدوم لمازيني. مازيني خطير هنا بالفعل، السرعة للسرعة عنوان وللإبهار والإمتاع وجود، وهنا بطبيعة الحال يسجل التاريخ، يكتب الزمان. هنا الأسرع الآن، هنا بلو بوينت، هنا أسرعهم، هنا خطيرهم. سجل يا زمان واكتب يا تاريخ، بلو بوينت هو الأسرع الآن. الشعار الكبير المهيب شعاري جودلفن. وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن سعادته بمشاركة نحو 76 جوادا تمثل العديد من دول العالم بما فيها دولة الإمارات في بطولة سوبر ساتردي التي تعتبر بروفة حقيقية لكأس دبي العالمي للخيول الأشهر والأغلى عالميا على مستوى سباقات الخيل. الانطلاقة كما نشاهد لبطولة برج نهار هنا لمسافة الميل، وبالتالي منتزه كما ذكرت المرشح الأبرز يحاول التقدم بصحبة روتيني. جود كري منتزه في الأمام، منتزه بهذه القدرات والإمكانيات بإشراف داك واتسون. شعار سمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم بطل بطولة برج نهار بكل اقتدار بكل إمكانيات، منتزه رغم القدوم. وهيفي ميتال يحاول، ولكن وين؟ منتزه في سيطرة كبيرة، في هيمنة مثيرة. هنا منتزه ابن ديباوي يجرح وليداوي في اللقطة الماضية، وهذه لقطة الانتصار والتتويج التي بالفعل. حضر السباق عدد من الشيوخ وعشاق الخيل العرب والأجانب وجمهور غفير غصت به مدرجات ومسطحات مضمار ند الشبا.
شعار أصفر قادم، ديزرت إنكاونتر خطير إذا ما استمر شعار المنصوري عبد الله. وبالتالي لدينا هكذا سبوتيفاي وبالتالي أيضا ريسينج هيستوري قادم بهذه الصورة مع قدوم لتشاربلو. وبالتالي انطلق الآن ديزرت إنكاونتر، وبالتالي لدينا ريسينج هيستوري مع قدوم لأزرق أول بيرشان قادم يضرب يأتيهم من حيث لا يعلمون. طبعا مبارك ونهني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا الانتصار الرائع فعلا اللي حققه أولد بيرشين في هذا الشوط تحديدا. ألف مبروك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. فعلا ألف مبروك. بطل تندر سنو يتم تسريجه من طرف المدرب سعيد بن سرور تحت أنظار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأيضا بتواجد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. حديث طبعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع مدرب القدير سعيد بن سرور والفارس كريستوف. شوط تبين الكرام والانطلاقة كما نشاهد، وأيضا ثندر سنوف بانطلاقة رائعة وبجوار منافسة نيوتريلز كما نشاهد، وكابيزانو في انطلاقة كذلك، لأن تعودنا أن نشاهد صاحب الاندفاع والارتفاع في الأمتار الأخيرة، بينما هنا لدينا دخول من كوسمو تشارلي. ثندر سنوف في محاولة وبالتالي وضع اليد واضح لدينا من جانب كريستوف سيميون. هكذا هنا ثندر سنوف في مواجهة من كابيزانو خطير، كابيزانو بن برناردينى ما زال يحافظ على تقدمه، كابيزانو في محاولة صنع تاريخ لكتابة أمجاد. هنا بالفعل كابيزانو كما نشاهد بالفعل بفارق أكثر من طول، مش معقول يا بن غدير مش معقول. شعار سلطان علي السبوسي يهيمن ويسيطر هنا على بطولة المكتوم للتحدي. أو يا كابيزانو العنيد العتيد كابيزانو. ألف مبروك المدرب سالم بن غدير، عودة متوهجة لسالم بن غدير ما شاء الله يرجع بهذا الأداء. مفخرا لنا أن هذا المجسم بالإمارات. خروج غير موفق شاهدنا لبلير هاوس، هل سيعود بلير هاوس بعد هذا الخروج؟ هناك الخروج موفق لسنشري دريم أوشين ميرفي في القيادة. متابعين الكرام لدينا ماجستيك مامبو البحث عن سوبر هاتريك، انظر لهذا الأخضر ينتظر إنه البرغوث إن هذا الانعطاف هذا الكوع، ولكن هنا لدينا بالفعل الشد الكبير فيرس كونتاكت. دارك انجل دريم كاسل الذي جمع بين فرانكل وديباوي من نسل الابطال من نسل الامجاد. هنا دريم كاسل، هنا سعيد بن سرور، هنا بالفعل او بو 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 دريم كاسل ابن الخطير حضر دريم كاسل. المبروك لسعيد بن سرور، انتصار لسعيد بن سرور ربما يغير من حساباته لخططه القادمه لكاس دبي العالمي، وهو يحتفي بانتصاره الأخير مع هذا الشاب اليافع الطفل الصغير بما